مرحبا بكم في حلقة جديدة بعنوان التنوع النباتي. عالم النباتات كيزخر بتنوع كبير من الأشجار الكبيرة، الشجيرات الصغيرة، الأعشاب المتنوعة والكائنات الحية النباتية الدقيقة، وكلها كتساهم في خلق التوازن الطبيعي على الأرض. بحكم موقعه الجغرافي وتضاريسه وتنوع ظروفه المناخية، كيتوفر المغرب على تنوع مهم من التكوينات النباتية. هذا الغطاء اللي أصبح مهدد بالتآكل وعوامل التصحر وكذا التغيرات المناخية اللي كيعرفها العالم اليوم، لهذا خاص حماية هذه الثروة النباتية، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحماية الكافية للأصناف النباتية اللي خاص رعايتها من الاندثار. التنوع النباتي جد مهم للحياة، بحيث كيعطينا كل ما نحتاجه من مواد غذائية طبية عطرية وغيرها. وقامت هذه الوزارة بدراسة وطنية باش تعرف الحالة اللي عليها هذا التنوع النباتي، وجدت على أن أكثر من 1350 صنف نباتي موجود غير في المغرب كشجر الأرقان. شنو هي الأسباب اللي كتؤدي لفقدان التنوع النباتي وكيفاش ممكن تجنبها؟ أكدت الدراسة الوطنية حول التنوع البيولوجي على أن من بين أسباب فقدان التنوع النباتي تدهور الأنظمة الإيكولوجية الطبيعية، التغيرات المناخية، الحرائق، استعمال المفرط الأسمدة والمبيدات، بحيث أن أكثر من 1700 نوع مهدد بالمغرب. ولهذا الغرض وضعت هذه الوزارة استراتيجية وطنية لحماية واستعمال المستدام للتنوع النباتي بالتشاور مع القطاعات الأخرى المعنية. وما ننساوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعاً.